السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعين شهوات أم العربي. دائما في إطار سلسلة شهوات السهلة والبسيطة، اليوم غادي نقدم لكم مكعبات ديال الديك الرومي بواحد صلصة كيجي لذيذ تهواية. اللي غادي نحتاجو فيه هنا 400 غرام ديال قطع الديك الرومي اللي مقطعة هكا مربعات. غادي نحتاجو معاهم عصير ديال الحامضة، الربيع يعني القزبر معدنوس مقطعين، شويه ديال الملحه، شويه ديال البزار، جوج فصوص ديال الثوم هكا مفرومين. غادي نحتاجو شويه ديال الزعتره وشويه ديال خليط من النباتات العطريه، وهاد هذا الزعتره والخليط راه كيتباعوا هكا جاهزين في المحلات التجاريه الكبرى، يعني بحال مرجان ولا اسيما، المهم لي غون سيرفاس. غنحتاجو شويه زيت المائده، وغادي نحتاج جوج علب ديال ياغورت الطبيعي. اللي ما بغاش يدير الياغورت الطبيعي ممكن يدير كاس ديال القشده طريه. الطريقه غادي ناخذ المقله، غادي ندير فيها شويه ديال زيت المائده، وغنديرها تسخن عاد باش نلوح فيها الثوم مع الدجاج قطع الديك الرومي. غادي نديرها تسخن ونتلاقاو. هنا كيف كتشوفوا درت الزويته ديالي تسخن، غادي نلوح فيها هذاك الدريسات ديال الثومه، ومن بعد غادي نرمي هذاك صدور الديك الرومي. كتبقى هاد الوصفات سهله وخفيفه، وفي كل اخر لحظه كنوجدوه. غادي نخليها حتى تسخن لينا شويه ويبيض لينا هذا الدجاج، ما يبقاش هكا، ونتلاقاو. هنا كيف كتشوفوا بدات شويه هاد القطع ديالنا ديال الديك الرومي بدات كتبيض شويه. دابا غادي نضيف ليها الخليط ديال النباتات العطريه، شويه ديال الزعتره، او ممكن اللي ما عندوش يعوض هاد المكونات كامله غير بالزعتر. نضيف شويه ديال البزار، الملحه، الربيع، اي قزبر ومعدنوس، وغادي نعصر الحامض، عصير حامضه، وغادي نخلط هادشي ونغطيه ونخليه حتى يطيب مزيان، يبقى يطيب غير في هاد المويه ديالو. ومني غادي يطيب ليا غادي نتلاقاو باش نضيفو هذاك الياغورت مسوس، لانه بحالو بحال القشده الطريه ما نضيفوه حتى لاخر مرحله. غادي نغطيها وغادي نخلي هادشي كله كيطيب لينا. كيف كتشوفوا من بعد ما تشحرات لينا داك القطع ديال الدجاج راه طابت، هانتو تقطرات وبقات غير ديك الزويته ديالها. دابا غادي نضيف الياغورت، ممكن قلت لكم ديروه ياغورت، ديرو قشده طريه. انا بزاف جاوني طلبات على ملي كندير بحال هاد الوصفات وكيكون فيهم قشده طريه كيقولوا واش نعوضوه بدانون مسوس. فعلا ممكن تعوضوه بياغورت مسوس. صافي غادي نخليهم يتشحروا شويه حتى يتعلق لينا هاد الياغورت ويطيب مع هاد الطريفات ديال لادان، وغادي نطفي عليه البوطه. غادي نخليه يتشحر دابا واحد 10 ديال الدقائق، ما كاملاش شي 6 دقائق حتى 7 دقائق، ونطفي عليه البوطه. هنايا هذوك قطع الديك الرومي ديالنا ها هما طابو، صافي طفيت عليهم البوطه. دابا غادي نطلقوا في الطبق النهائي بحول الله. وهذا هو الطبق ديال مربعات الديك الرومي الباتيك. الصلصه كتجي رائعه بزاف وكيجي لذيذ بزاف. هانتوف شوفوا كيجي مدغمر ولذيذ. نتمنى تجربوا هذا الاطباق اللي كنزل لكم لان سهله وبسيطه. هنا هذا الطبق ديال الديك الرومي قدمته مع هاد السلطه ديال البطاطس اللي كنت نزلت معاكم، اللي غتلقاو عاوتاني الرابط ديالها اسفل هاد الفيديو او لك بطاقه في اخر الفيديو. وطبعا مني كنزل هاد الاطباق ضروري من هاد السلطه اللي انا كتعجبني، سلطه عشوائيه يعني مخلطه، ضروري ما كننزلها معاهم. طبعا مع عصير ديال البرتقال ولا اي عصير. نتمنى الوصفه ديال اليوم تروقكم وتنال الاعجاب ديالكم، ولا عجبتكم كيف ديما ما تنساوش ديروا لايك للفيديو واشتركوا بقناتي قناه شهوات ام العربي باش دائما توصلوا بكل جديد. دمتم في حفظ الله ورعايته، والى وصفه قادمه بحول الله.